إذا حبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذا حبت الرياح، رياح الخير، رياح الإيمان، لا تقول أنا مشغول، أنا خلاص حبت رياح فيها خير لك في طاعة في صدقة، انفتح لك باب دعوة، باب خير، باب عمل صالح مما هو موافق للكتاب والسنة، لا تتأخر لأنها قد لا تأتي مرة.